انا جابني هنا، انا جاب اجد احكي حاله الطوارئ، جيت على المصلحه اللي جيت ازمه مواقع وازمه شعر. وين اولي وين محللين وين؟ ايش راح يصير مع ودين؟ قبل 3 سنين خلينا خريطه ورسمنا مثلثات الموت. هذا النظام انتهى، هذا النظام قايل للسقوط. هناك تغيير قادم خلال 90 يوم، خلال 3 أشهر الباقيه من هذه السنه في العراق ومناطق كثيره. هناك قاده سيرحلون، هناك رجال دين كبار سيرحلون. الله ترونه بعيدا ونراه قريبا، ليس كل ما يعرف يقال. وتذكروا كلامي، الطوفان قادم. النظام القادم نظام عاصف، نظام لا يرحم على الاطلاق، ولن تقف في وجهه اي قوه بالعالم. انا اتوقع مطلع العام القادم يعني في شباط او كذا سوف تكون هناك يعني انطلاقة ثورة العراق الكبرى. أكو 10 أسماء ما راح تنهزم، ممنوع أن تنهزم. اليوم أكو معادلة جديدة بالمنطقة، هذه المنظومة مرتبطة بأجندة خارجية. هسه وما عندنا احتلال. العشر اللي آخر الأمريكان أن يغيرون أستاذ غضنفر. وسط ولا قناعة الآن. إيه؟ الأمريكان. نعم. دول يساقون إلى القضاء. طيب. إلى القفص. هذا القفص راح يجيبهم واحد واحد. طيب وخاف يطلع حلم. لا إحنا ما نتكلم بالأحلام. يعني ايش راح يصير يا الله؟ ايش راح يصير؟ غصون شو نسوي؟ استطيع تامين اتصال مع باحث حقيقي. منو مثلا؟ الدكتور بلال وهاب، زميل وصديق ويعمل في معهد واشنطن. يلا سوي الاتصال. اهلا دكتور، انت باحث يعني باحث وعندك موقع ومسوي دراسات؟ نظاره وساعه وجاكيت، بعد ايش رايك؟ بس ما عندك شعر دكتور. عيب أحمد، ترى الوضع الشعر هنا مثل الميزانية العراقية، غزارة في الإنتاج، خلل في التوزيع. أوكي حبيبي دكتور، عموما احكي لي شنو يعني حالة الطوارئ اللي أعلنها بايدن؟ نلم الجنط لو بعد؟ لا بعد، يعني هو شوف من جانب قانوني هو شيء روتيني، وهذا طبعا بدأ من بوش من 2003، فإلها زمن محدد سنة، فإذا الرئيس ما يجددها فصير عليها expiration، فكل رئيس من بوش وحتى الآن يجددوها لأنه تدي صلاحيات إضافية للرئيس الأمريكي للتصرف، تصرف يأخذ قرارات مالية، قرارات إدارية، فمثلا بيها جانب إيجابي أنه مثلا الرئيس يقدر يمدد حظر أو تقييد أو إضافة تجارة مع العراق مثلا، أو يفرض عقوبات على الأفراد وكيانات، أو تقديم مساعدات مالية للعراق، أو تدريب وتجهيز القوات الأمنية. زين دكتور، لعد أمريكا شو وقت تجي وتشيل الميليشيات وتغير النظام السياسي بالعراق ويسوون شو وقت؟ والله شوف، هاي مشكلة عراقية بحاجة إلى حل عراقي. ما أظن أنه لمشكلة الميليشيات عندك حل أمريكي. اللي عندك الحل الأمريكي الوحيد أنه أكو يعني قرار بأن لا يسمح للدولة العراقية بأن تسقط بيد الميليشيات. أما أنه تجي ومرة ثانية حل أمريكي لمشكلة عراقية، فأنا ما أتوقع هذا الأمر صراحة. يعني ما أدري، حرام ما راح يجون و2024 وهاي القوة، ماكو بال2024 قوة؟ والله يعني ما سامع عنها، بس دا أحاول منه وغاد إن شاء الله على مود التقرير الآتي أعطيك خبر ربما من هذا الاتجاه، بس حتى الآن في 2023 ما سامع شيء. معقولة؟ شكرا دكتور حبيبي، شكرا صفقة دكتور بلال، شكرا جزيلا دكتور. والكراسي طقت والمواقع اللي انسدت، غصون! أنا لم أقول شيء سوى أنها إشارات مريبة لكم لا أكثر، ولكن لدي بعض التساؤلات. لماذا مدعي مقاومة أمريكا يبحثون عن مشاريع بناء واستثمارات أمريكية؟ لماذا مدعي الوطنية والرافضين للاحتلال ينتظرون تدخل خارجي في العراق؟ ولماذا الأمريكان الذين يدعون الوقوف ضد التطرف يتعاملون مع قادة ميليشيا في العراق؟ لماذا يقوم بعض المواطنين العراقيين بالتزاحم حول المسؤول الحكومي في الأماكن العامة من أجل السلام عليه والتقاط الصور والهتاف رغم أنهم يتهموه طيلة الوقت بسرقة أموالهم؟ لماذا يقوم المواطن العراقي المتذمر من الفساد بإعطاء جزء من راتبه الشهري مقابل أن يكون موظف فضائي؟ لماذا يقوم رجال الدين ب... خلاص غصون، خلاص مو كل الأسئلة تنسأل غصون.
الأسئلة مهمة وعلى عيني وعلى رأسي، بس كلها جوابها هاي اللي سألتيهن جوابها سابقا اياد علاوي، والله ما أدري.